بونجور مريكا. امبارح خسانيتو انتوني انتو مزجيتو. اللي بنتو بتاعها انا عملتو واخد امبارح زمرة. على ثاني انتو مجدتوش عندنا. اصل يا جماعة والله انا كان عندي امبارح شغل وكان عندي زبائن كتير قوي. دي خاجة مش كويس. كل يوم نستنى انت نستنى انت على ثاني تيجو تكلمتو الخواجة. بعدين انت مفيش. يا مدام قلتلك انا امبارح كنت مشغول شوية. ايفا انا اتفقت مع انت تكلموا البابا بتاعنا على سام مرياج، لكن انت جيتوا مستمع. يا مريكا يا روح قلبي انا قلك امبارح استني على حكايه دي شهر ولا اتنين ولا تلاتة ولا سنة. بس انا اصل مشغول اليوم دي وبعدين عايز ارتب اموري. اوه يا خبيبي انت هتمسكتوا لبنتي بتاع انا وتمسكتوا دوتا فلوس كتير. دي واخد بيزنس كبير علشان انت. يا مدام انا عشان خاطر اتجوز مريكا ضروري اكون نفسي، وعشان اكون نفسي الحكايه محتاجه سنه سنه ونص سنتين عشان اودب اموري وعشان اتجوز مريكا واصرف عليها من نفسي انا. كده مش عايزين نشوف الوشي بتاع انت. والله انا محتار محتار بين الشقره مريكا وبين السمره مديحه بنت عمي. تحب الشقرة ولا السمرة؟ تقول لي أهواهم الاتنين ودي حيرة بينها. فؤادي بيقول يا جمالها ما تبعدنيش في يوم عنها وبات احلم بطلعتها ولاقي روحي حبتها وبات احلم بطلعتها ولاقي حبتها. واسأل عينيا قولي لي يا عين تحب الشقرة ولا السمرة؟ تقول لي أهواهم الاتنين ودي حيرة السمرة يعجبني جمالها لما تتعاجب وقلبي تخطف مني برمش العين وبالحاجب. واشوف السمرة يعجبني جمالها لما تتعاجب وقلبي تخطف مني برمش العين وبالحاجب. ده سحر عيونها غزلاني ولونها الكمر خلاني. ده سحر عيونها غزلاني ولونها الكمر خلاني.
اسال عينيا قولي لي يا عين، تحب الشقرة ولا السمرة؟ تقول لي اهواهم الاتنين، ودي حيرة ضعيني وفكري انشغل بيهم، واشوف الاتنين قصاد عيني وفكري انشغل بيهم، واقول يا قلبي رسيني بتعشق بس مين فيهم، يقول انا دايما اتمنى فؤاد في قرب واتهنى، يقول انا دايما اتمنى فؤاد في قرب واتهنى، وما قولش تاني قولي لي يا عين، تحب الشقرة ولا السمرة؟ تقول لي اهواهم الاتنين، ودي حيرتي.